انا عندي اهم شيء المعرفه، معرفه الناس. وياك علي بدر عبد الوهاب سلمان من الامارات. فيصل غاندي من المملكه العربيه السعوديه. حبيبنا معك جعفر خاتم من مملكه البحرين. الله وياك عمر من شرطه دبي. السلام عليكم. النهارده هنروح مع بعض معرض CSE. ايه ده؟ CSE. حضرتك بتقول ايه؟ بقول معرض CSE. يعني Custom Show Emirates، وده معناه معرض تعديل السيارات والدراجات في دولة الامارات العربية المتحدة. يلا بينا على هناك. السلام عليكم اخويا، تعرف بيك؟ السلام ورحمه الله. وياك عمر من شرطه دبي. مرحبا بيك. لو سمحت ممكن حضرتك تكلمنا عن السياره؟ السياره هذه هي عباره عن دوريه امنيه اطلق عليها اسم غيار، دوريه مصممه خصيصا لشرطه دبي، تحتوي على انظمه الذكاء الاصطناعي اللي تخدم العمل الشرطي في المجال الامني. طبعا الدوريه مزوده بمجموعه من الكاميرات، مزوده بطائره درون، تعتبر يعني من الدوريات اللي هي الفريدة على مستوى العالم. سيارة مصنعة في الدولة اللي هي في دولة الإمارات ما شاء الله، خصيصا لشرطة دبي. عمر أشكرك كثير. العفو. جدا الله يحفظك. شكرا شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
أنا فيصل غاندي من المملكة العربية السعودية. هذه سوزوكي 1300 سي سي طبعاً معدلين عليها كاستم كامل. هذه مطلية بذهب عيار 24. أشكر حضرتك جداً كثير أن أنت وقفت وتكلمت معايا، ويا مرحبا بك بالإمارات. تمام، ويا رب إن شاء الله درب السلامة ترد على السعودية. أشكرك. ياك علي بدر عبد الوهاب سلمان من الإمارات. أنا أمتلك سيارة مسبيشي إيفوليوشن 2009، معدل على البدي ومعدل على الماكينة. تمام. نعم، وبشارك في الكاستم شو هالسنة 2022، هاي ثاني سنة. والله صراحة المعرض جميل. أنا تشرفت فيك. تشرف. الله يخليك. الله يخليك. سيارتك جميلة ما شاء الله. حبيبي. الله يخليك. حلوة. شكرا جزيلا. حبيبنا، معك جعفر خاتم من مملكة البحرين. طبعا احنا هاي المره الثانيه المشاركه لنا في كاستم شو، شاركنا في ابو ظبي كاستم شو. تمام. والحين هاي المره الثانيه لنا بهذه السياره الجديده. طبعا. هاي السياره اول مره الحين نشارك في هذا المعرض. اوكي، ان شاء الله هذه السياره تحقق بطوله، لان السياره صراحه تعبانين عليها. حضرتك مختار من الإمارات. أنا أول مرة أشارك، أسمع فيه بس أول مرة أشارك. أوكي. حبيت أشارك بشيء مميز جدا فقط. تمام. أنت شو رأيك فيه لغاية دلوقتي؟ والله هو ممتاز جدا. تمام. بيلم الشباب مع بعض، بيلم الشركات مع بعض، بيصير فيه تعارف، بيصير فيه إبراز السيارات المميزة. تمام. التعديل مميز. تمام. كثير أشياء كثيرة. تمام. أنا عندي أهم شيء. أيوة. المعرفة، معرفة الناس. شفت سيارات من عمان، شفت سيارات من الكويت، شفت سيارات من قطر، فأنا أعتقد إن ده بيجمع الناس أكتر ما هو بيجمع السيارات. المعرض كل سنة وسنة بيتطور، بيصير أحسن. تمام. يعني مشاركات الخليجية هذه يعني ممتاز جدا بالنسبة لنا نحن كمحبين للسيارات، نتعرف على تعديلات أهل الخليج. تمام. أفكار أهل الخليج. في بعض الأوقات يجونك أجانب. تمام. خارج البلد. في بعض الأوقات يجونك عرب. أوكي. مثلا بعض هاي مثلا من الجالية الهندية ما شاء الله، شوف تعديله. تمام. هذا عندك من الجالية العربية. تمام. هذا من الكويت، هذا من الكويت، والهوندا من البحرين. يعني معارف كثيرة، هذا يعني ينمي معرفتك ومحبتك في تعديل السيارات وفي العروض نفسها. تمام. أنا بصراحة شايف كلامك يعني بيبين قد ايه ان معارض زي دي بس ما بتكونش بس بتنصب على ان يكون فيها سيارات، ولا انت طلعت حاجه احسن وافضل اللي هي معرفه الناس. شكرا اخ مختار، بالتوفيق ان شاء الله لك. سلام عليكم. أتمنى يكون عجبكم فيديو النهاردة، وأشوفكم المرة الجاية إن شاء الله مع الفيديو اللي جاي. ودي لمحات من الفيديو.
يا ريت تشاركوا الفيديو وتشتركوا في القناة وتعملوا لايك إذا تكرمتم، وبشوفكم المرة الجاية إن شاء الله، ومع السلامة.